أهلا بكم في وجبات من كرافت، أفكار تجعل طعمك كل يوم ألذ. روستي المقرمش بجبنة كرافت اللذيذة وصفة ممتازة لوجبة خفيفة أو وجبة كاملة. ضعي وعاء من الماء على النار، أضيفي إليه حبات البطاطا دون أن تقشريها. اتركي الماء تغلي لمدة 10 دقائق. بعد أن تبرد قشري حبات البطاطا، ثم بريشيها في وعاء وبريشي فوقها حبة بصل. من العلبة أخرجي جبنة كرافت شيدر وبرشي منها ما يعادل 50 جرام. ضعي جبنة كرافت في الوعاء مع بعض البقدونس المفروم، أضيفي الملح والبهار حسب الرغبة واخلطي المزيج جيداً، ثم قسميه بيديك إلى 4 حصص على شكل فطائر متساوية السماكة. هذا ما سيجعلها تطهى كلها بالتساوي. أضيفي نصف كمية زيت الزيتون والزبدة إلى المقلاة، ثم ضعي فطيرتين واقليهما على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة واحدة. خففي الحرارة واتركي الفطائر لمدة 5 دقائق حتى تتحمر، ثم اقليها لخمس دقائق أخرى. ضعي الفطائر في صحن التقديم، زينيها ببعض السلطة. وصفة كريسبي تشيز روستي والكثير غيرها متوفرة على موقعنا الإلكتروني meatswithcraft.com. استمتعي.